طيب والسؤال المهم انه المصاري اللي معي مع حق التاكسي بيشتروا لنا براد؟ يعني انا ما بعرف هي الشغله. اذا قدرنا نجمع مليونين بنشتري براد على قد الحال، واذا ما قدرنا بنقسط الباقي. على هيك اللي معي ما بيشتروا نص براد. قلت لها بدنا ندبر فوقهم قرشين. مليون ليره قرشين يا ابو هيثم. لك يا ابني ذهبات المرحومة أمك مع ذهبات أختك، وأنا معي كم ليرة بصيروا مليون. وأنا معي بالبنك 150,000 وجنزير وإسوارتين. ها صار معنا أكثر من مليونين، منقدر نشتري براد معقول. بس أنا ما فهمت، على أنا أساس بدكم تبيعوا ذهباتي وذهبات أمي؟ عم شوف الشام، خايفة ما عاد أرجع أشوفها. ليش؟ ويعني نحن رايحين ومراجعين لا سمح الله؟ لا القصة مو هيك، بس إجا على بالي أطلع لهون وشوف الشام قبل ما أترك بيت أهلي. تعرف يا وسام، من لما تهجرنا على هالبيت كنت أطلع أقعد هون لحالي وشوف الشام بالليل فرحانة بقضبيطها، وورا كل ضو من الأضوية في فرحة. بس ما بعرف ليش هلأ ما عاد حسيت بهذا الإحساس، صرت حس إنه الأضوية باهتة، ورا كل ضو من الأضوية في مصيبة عم تصير. حتى بنهار كانت صوات الزمامير تبع السيارات تفرحني، كنت حس إنه في عجقة وناس وحياة. بس هلأ خفت هاي الصوات وإجت بدالها صوات عم ترعبني ليل نهار. يا ترى يا وسام رح نرجع نحلم؟ رح ترجع الحياة حلوة لهالشوارع يلي ماتت الفرحة فيها؟ ما بعرف ما بعرف، اللي عم يصير أكبر منا بكتير، بس اللي بعرفه إنه هي الحياة حلوة ورح ترجع حلوة، رح ترجع حلوة رغم كل هذا الأسى اللي مرينا فيه. تعرف يا وسام؟ طلع وجع الوطن أقوى وأقسى وجع بهالدنيا. ليش ولاد هالبلد صار قلبهم قاسي على بلدهم؟ لك حتى على بعضهم قلبهم قسي. يا ترى رح نرجع نحب بعض؟ رح نرجع مثل الأول؟ يا ترى هدول اللي عم يتناحروا نسيانين إنه بجوز كانوا على نفس المقعد بالمدرسة لما كانوا ولاد صغار؟ وولادنا يلي رح يجوا رح تكون أيامهم أحلى من أيامنا؟ قلت لك إنه ما بعرف، بس بدي أقول لك شغلة وبعدها بدي أنهي هذا الحديث. قد ما علي صوت الحرب وقد ما خلانا نخاف منه، رح ترجع هاي الحياة حلوة صدقيني، وهي الأرض رح تبقى ونحن كلياتنا رايحين.
أنا ما رح أحكي مع وائل لحتى أقعد مع بابا وأتفاهم معه. وعلى شو بدك تفاهمي معه؟ بدي إياه يساعدنا أنا وائل. ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ وائل وضعه المادي على قده، وإذا بابا ما ساعدنا نحن رح نطول كتير لحتى نتجوز. يعني بشو بده يساعدك؟ بدي إياه يشتري لنا بيت. بيت؟ وإنتي عندك سيارة؟ شو بقيان؟ ماما مشان الله لا تحرجيني، أنت بتعرفي ما بدي أحكي. بتعرفي؟ شو بتعرفي؟ ولا شيء. أنا قايمة أتصل ببابا شوفوا إمتى جاي. شو بتعرفي ماما؟ أختك خايفة على حالة تقوم تعنس، ما صدقت إمتى أجاها عريس رأساً تمسكت فيه. المهم يكون الشاب منيح، باقي التفاصيل مو مشكلة. أنا نازل ماما، بدك شيء؟ سلامتك حبيبي. الله يسلمك. خلصنا خلصنا بقى غازي، شو بقى؟ لا تحمل أكثر من اللازم. أنت علي الحلال ألف ورشة بتتمنداك، وبكرة إذا بتنزل تدور على الشغل من الصبح بتلاقي. فردها بقى يا زلمة فردها. راغب، بكرة أبوك بيحن عليك برجعك على الورشة، أما أنا فببقى برا. أبي وقت اللي طلق أمي خلاني عنده، وقت اللي تجوز مرته طالعتني لبرا. قمت رحت لعند أمي، وبعد ست شهور أمي تزوجت، قام جوزها طلعني لبرا. ما بعرف ليش هيك عم يصير معي، ما حدا بده ياني، الكل بيكرهني، مع اني والله يا راغب والله انا بحب كل الناس. بتعرف قديش قلبي من جوا مفتوح للناس، بس ليش هيك عم يصير معي ما بعرف. هيك الله بده. وحياة عينك وحياة عينك غازي، من بكرة يا بنرجع على الورشة سوا، يا بندور أنا وياك على ورشة جديدة. لا راغب، بالنهاية هذا أبوك وهي ورشتك، وأنا في إيدي الله. يا الله خيرك يا الله. بعدين صار اسهل لي علق هويتي برقبتي. يعطيكم العافية. هويتك لو سمحت. اكرم عينك. افتح لنا الطبون. اكرم عينك. فتح. زين ما فتش قدامك شري. لا ما في مشكلة، الطبون فاضي يعني. هيك الأوامر زين. إيه هيك الأوامر تكرم عينك. بعد على المازوت، وباب التطوع مفتوح للجميع. حبيبي مو على بعض، شو اللي شاغل بالك؟ لا ما في شيء، عم تفرج على التلفزيون. والله على امولتك وعلم الوطن. بيني وبينك عم فكر بهالمشروع اللي بدنا نسويه، وما
ومعيشتنا اليوميه. شوف لك اذا حابب تبلش هلا انا ما عندي مانع بسيارتي، سيارتك بتكفيني وبهيك حالي فيني كفي لك المصاري على 5 مليون. لك ايه بس المشكله كل ما عم بثبت على مشروع عم شوف منه خيرات الله، يعني ما بصدق قديش في سوبر ماركت ومحلات البسه وموبايلات، لك حتى سيخ الشاورما عم بلبلها. طيب ليش ما بنشتري مكتب وبتشتغل فيه بشهادتك محامي؟ ايه بس انا ماني ناوي اترك الوظيفه، لانه اذا بدي انتسب لنقابه المحامين لازم استقيل. إيه بس المحامي شغلته كثير منيحه وبرستيجها حلو. لك هي منيحه اذا في شغل وقضايا. حبيبي لا تعقدها على حالك، يسرها بتتيسر. يا الله قديش قلبك طيب يا أمل، بس لو بتعرفي الحقيقة. المسؤولية اليوم يتلاعب. لو سمحت بعت البنت على السيارة، عاوزكم كلمتين. سبين على السيارة. خير أخي في شيء؟ اسمع شو بدي لكم، هاي البناية للسكن مو للدعارة، فالمرة مرقتها هاي مشان تاني مرة. الله معكم. تفضل. أنا ما بدي بيع الذهبات وبس. طيب أنا مو عرفان وين مشكلتك إذا خبتي حصتك كل راس شهر. هيثم أبوك عمل هالمشروع لإلك أنت ليرضيك، يعني أنا ما رح استفيد. استغفر الله العظيم. يا حبيبي أنا راحت لها شي 6 ساعات إذا مو لبكرة. لقيتهم نضل عايشين هيك نحن مو عارفانين ليلنا من نهارنا. يا رب الله يفرج. إيه أختي قلتي لي ما رح تستفيدي؟ معقول هالحكي هذا؟ والله اللي بيسمعك بفكرك مالك علاقة بالدنيا، لك إذا رب العالمين كرمنا رح يطلع لي 5000 بالشهر قلال؟ أنا ما بدي هال5000 ليرة، أبوك تجوز على أمك وما حكيت شي، بس الذهبات لا خلص ما بدي. والله اللي بيسمعك بفكر إنه أبوك يتجوز على أمك وهي عايشة وجاب لها ضرة على البيت. بعدين تعي لهون، مو على أساس حبيتيها لسعاد وعم تدافع عنها؟ إيه ولساتني عند رأيي. اساسا مخلوقه كثير طيبه وظريفه، وليه كم ساهمه معك بالمشروع؟ والله يكتر خيرها لانه عم تساعدني لاخذ حقي، بس اللي ما عم بقدر افهمه يا ست هبه انه انت كيف واقفه بوش مشروع رح تستفيدي منه؟ انا ماني ضد المشروع وماني ضد حدا، ليش اساسا مين سائل عن رايي؟ مين سائل علي انا؟ ما حدا سائل علي، بس هالمره بدي لكم ذهبات امي لا حدا يقرب عليهم. ليكي هبه زودتيها كثير وحابب ذكرك، ذهبات امي مو الك لحالك، اذا الك منه الحصه انا الي منه الحصتين، فهمتي؟ بدي اخذ بطيخه لانه انا كمان الي حصه بالشمع، فهمتي؟ طيب بابا اذا الشاب انت مقتنعه فيه رايتي انا ما عندي اي مانع. الله يخلي لنا اياك ولا يحرمنا منك. وراح اشتري لك بيت وافرشه وسجله باسمك، بس حق الانتفاع راح يكون الي طالما انا عايش. ما فهمت شو يعني حق الانتفاع. بابا يعني ما فيك تتصرفي بالبيت، يعني بمعنى تبيعي طالما انا عايش. ان احنا لا بدنا نبيع ولا بدنا نشتري، بدنا نسكن وبس. ما قلتي لي ابو للشاب شو بيشتغل؟ هن من بيت مين بالاساس؟ هن من بيت هذا سلوان. ايه سلوان وينك بابا؟ بدك ابنك يرجع لك تدفع 5 مليون، واذا بتخبر حدا بتترحم عليه. الو 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 شوفي بابا خاطفين سلوان. I'm not afraid.
حبلي مدفخ يا علي يا سوبرمان. بلغ حدا. كيف رح تبلغ؟ خلاص ما حدا يتدخل، انا اللي بشوفه مناسب اسويه. هو الو جهزت المصاري يا اخ؟ الوقت متاخر بالليل، ممكن بكره الصبح وبتحدد الساعه. يعطيك العافية. أهلين سهلين. أهلين. رامز شباب ولك خلاص شباب منيح الجار طلع آدمي غير هيك كنا تبهدلنا لا يا هلا شو بدنا نساوي شو بدنا نساوي أكيد ما عاد فينا نفوت حدا على الشقة يعني ولك أنا هيك عم بحكي لا تغاب رامز في ست شهور أنا تاككن أجار هذا البيت شو بدنا نساوي من شانون نعتبره استراحة يا عين عليك استراحة على أساس هو مصيف فيلا وعندنا جاكوزي ومسبح ومنروم رامز لا تتغابى يعني وليش دائما بتحملني لي المسؤوليه كاني انا السبب وكانه انا لي علاقه شو كان لازم اسوي بطلع على بيت وبقول لهم يا جماعه معلش لو سمحتوا بتسمحوا لنا انه نحن ننسى خلاص الو ايه زوسان هدي مع شو سكري يلا نزيل جلال شو بك شو في نزيل شو نزيل خلص نزيل بأي محل شو نزيل بأي محل شو بدك نزيل الله العظيم مجنون بشرفي انك مجنون يا جلال لك روح الحمار الصحيح راغب بس لو تعرف شو صاير فيني كنت هربت وما بقى ورجيتني وشك بنوم دخيلك يا ربي شو أعمل
وينه سلوان؟ راح يطلعوا بعد شوي. شوي؟ امتى يعني؟ ما بعرف. كان لازم تخبر الشرطة. أنا مش شرطة. شو بدي أقول للشرطة؟ دفعنا المصاري وبدي أتصرفوا؟ أنا عملت مثل ما بتعمل أي عيلة بيخطف ابنها. ما في قدامنا غير ننتظر. شو العرس؟ حفلة صغيرة بشي مطعم بيمشي الحال. أنا بدي أشوفك لابس الأبيض، بدي أشوف حالي وأنت ماشي جنبي. فؤاد، أنت ساحر، قادر تساوي من أي حدث قصيدة شعر. قادر أعمل كتير إذا أنت بدك. قراري بإيدك. أنا فؤاد الطبيب، بعلن نفسي ملكية خاصة لحبيبتي وروحي وعمري نسرين. سنسرين تفضلي لعندي شوي لو سمحتي. ايه نورا، شو بدك تساوي عند بيت الاستاذ زهير؟ بدي زوره، حرام المخلوقه حبتني كثير، ما بدي اقطعها هيك. طيب قديش بدك تعدي عندها؟ ما بدي طول، امشي لوصلك واستناكي برا مشان رجعك على البيت. مثل ما بدك. يلا امشي.
صباح الخير. امي انت قلتي لي انه ما في غلط مع بيتصلح. انا غلطت طبعا. ساعديني اصلح غلطي. هي جريمه ما انا غلط. طيب جريمه وساعديني اصلحها. كيف؟ جوزيني نورا. هيك ببساطه. لما الناس بدها تسال يا استاذ ليش هي البنت، شو رح نجاوبهم؟ ابوك نفسه شو رح نجاوب؟ شو رح نقول له؟ حبيتها ولا نحكي له على الغلط الصغير اللي سويته؟ بعدين لا تنسى انه البنت كانت تشتغل لفاية عنا بالبيت. نورا ما لها ذنب. بعرف انا الليل كله ما عم نام وانا عم فكر فيها. ما عم نام. كان لازم تحكي لحالك الحكي قبل ما. مشان الله مشان الله امي حاجة تزيدي علي. حاجة تزيد عليك؟ حابب تريح ضميرك؟ مو حابب ازعجك يا بكلمتين؟ لا إلي حل. جوزيني اياها واذا تزوجنا بتنحل القصة. عم تشوفها لنورة؟ شفتها مرة واحدة بس. بدي اياك تبعد عنا لحتى اقدر اعرف شو بدي اسوي. شو بدي اسوي؟ منين اجتني هالمصيبه هي؟ يا ربي دخيلك، شو بدي اسوي؟ ولا انا مار علي هاي المعامله؟ الرخصة صادرة والمعاملة كتير كبيرة ومهمة، كيف ممكن تمرق هيك من غير ما نتذكرها لا أنا ولا أنتي؟ شي غريب كتير. لو سمحتي جيبي لي المعاملة الرئيسية من خزانة الأضابير من غير ما حدا يعرف، يمكن الحالة ما يكون فيها مشكلة. فورا. على فكرة أنا من كم يوم شفت معاملة على الكمبيوتر كمان لفتت لي نظري. شو لفت لك نظرك فيها؟ نفس الشيء، حاسه انه ما انا مارقه علي من قبل. ليش ما خبرتيني؟ نورا اهلين تفضل. لا معلش بس نورا حبت تجي تزورك وانا جيت وصلها وبدي رجع معي على البيت. ما بصير تيجي لهون وما تفوت، بعدين زهير بيزعل اذا عرف انك وصلت لهون وما فتت. تفضل. طيب. يلا يلا. لك ريت وألف مبروك لك سحورة، لكن حامل. لك الله يبارك فيك يا رب، من وقت ما جوزي دري إني حامل وهو طاير عقله، لك ما عم يخليني حرك غرض من هون لهون. إيه والله ماله حق، يعني لازم ما يخليكي تنزلي على الشغل وتتعذبي. خير سنسرين في شيء؟ لا ولا شيء عادي، الأستاذ زهير طالب مني كم شغلة وبدي أعمل له إياهم. طيب الليلة على شو عم تدوري؟ يمكن أقدر ساعدك. لا لا أبدا كله موجود أستاذ جهاد، بس عم جمعهم. إذا ما في شيء ليش هيك متلبكة ومتوترة؟ الله يستر. عرس أختها وما عزمت حدا من المديرية؟ لك قلت لك مو عرس، حفلة وداع صغيرة وعالضيق كتير كمان. مبروك نسرين، قال امبارح كان عرس اختك. الله يبارك فيكي. احكي لنا شو لبس العريس لاختك ووين رح يعملوا شهر العسل؟ مدام سحر لو سمحتي روحي على مكتبك. خلص سحر روحي بعدين بحاكيكي انا. الوحدة صعبة ما بتمنى حدا يجربها، إذا بتجربها بتعرف ليش أنا تعلقت بنورة، ونورة بتنحب
بس يا مدام احنا لولا الظروف اللي مرينا فيها. بعرف انتو ما قصرتوا، انا بس عم بحكي لك اللي بقلبي. بتعرف يا صبحي شو احسن دواء لكل الامراض؟ انك تعطي. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، صلى الله عليه وسلم، داو مرضاكم بالصدقة. والمرض مو شرط يكون وجع راس او بطن او حتى سرطان، والصدقة مو شرط تكون بالمال. خلي نورة ترجع تجي لعندي، اذا ما بدك كل يوم مرتين ثلاثة بالاسبوع بكفي. زيارة نورة لهون زيارة بنت لأمها، ومطلوب منها اكثر من هيك. شو قلت؟ معاملات كاملة ومزبوطة، وتوقيعنا عليها شلون ما عم نتذكر إنه مارقة علينا؟ أنت متأكدة إنه هذا مو توقيعك؟ والله يا أستاذ ما عاد عم أعرف، شككتني بحالي. أنا شخصياً متأكد 100% إنه هذا مو توقيعي. شو يعني؟ يعني في شيء بهدول المعاملتين مو نظيف ومو صحيح. شو لازم نساوي هلا؟ قبل ما أقول لك شو لازم نساوي بدي أسألك سؤال وأنا واثق من جوابه. انت اكيد ما بتعرفي شيء ولا لك علاقه بهدول المعاملتين، صح؟ شو جابك لهون؟ ما وصلك خبر انه ما بقى بدي اياك هون بالورشه؟ انا جاي مشان غازي. وغازي ما بدي اياه. غازي ما له علاقة، أنا اللي جبرته يروح معي. ما مصدق. هي شو اسمه؟ محسن، اسأله. مع ذلك ما بدي إياه، ما بيلزمني. حرام نظلمه لغازي، الزلمة عم يصرف على أمه وأخواته، وإلك علي من بعدها ما تعود تشوف وجهي بالورشة أبدا. يكون أحسن مع المين؟ قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وغازي معلم بالمصلحة، فبتكسب ثواب بعيلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. خليه يرجع، بس بيطمئن يحط عقله براسه أحسن ما. حاضر يا ربي حاضر. أخي راغب، لحظة معلمي وراغب، معلمي طالما رجعته لغازي فابنك اولى، ورب العالمين غفور رحيم، فاولى فينا نحن عباده نكون هيك. لك شو عاملين لعصابي انت وياهم بالورشه؟ رجعوا تضرب منك اله. مالي حبيبي. العمى هاي حارة بالدبغ اللي يمشي بيها، مو سيارة تاكسي. ما كان ناقص غير وصله على فرشته كمان. بس لو أعرف أبي من وين جاب فكرة هالبراد. حلوة كتير، ورزقاتها حلوين، وبخلص من وساخة شغل التاكسي. المشكلة كل ما طلعنا فكرة الست هبة بتنط وبتعارضها. هالمرة ما حذرت، هذا مشروع رح يغير كل حياتي. شو ماما؟ ليش ما ضليت نايم مرتاح؟ عود حبيبي عود. كيف صرت بابا؟ الحمد لله أحسن، بس في شوية وجع برقبتي وبصدري. يا جماعة من هلا ورايح بالليل ما بدي حدا يتأخرها. الله يكسر إيديهم، العمى بعيونهم. خطفوك وبدهم فدية، ليش لحتى يضربوك؟ شو عملت لهم؟ اسمعوني منيح، اللي صار ما بدنا حدا يدرى فيه. أنا أكره ما علي يصير حكاية بلسان الناس. طيب وإذا الناس سألوني عن سيارتي وينها؟ اليوم بابا احتاج مصاري وباعها، المهم ما حدا يدرى.
هلا وضع البيت ما متحمل لا زيارات ولا استفسارات. طيب واللي صاير بوشه؟ خناقه علقه مع زهران ووصلت للضرب. سلوان اللي صار ما بدي ياثر عليك، بدي اياك تنساه، حطه ورا ظهرك. شغله وصارت، لا انت اول واحد ولا انت اخر واحد. البلد هيك صارت ظروفها، بدنا نتحمل. شو؟ ولا يهمك بابا. هي ثقتي فيك. الو مرحبا. اهلين وائل. شو خير ان شاء الله؟ ليش ما داومت اليوم؟ والله صارت شغله بعدين بحكي لك اياها. بس ان شاء الله تكون خير. ليش عدنا شفنا الخير بهالايام؟ خير ان شاء الله. والله شغلتي بالي. لا تشغل بالك، خلص بعدين بحكي لك. المهم في لك عندي خبر. قولي تفضلي. البابا ناطرك بهاليومين على فنجان قهوه. لك ليه رحتي لعندهم؟ هي رفيقتك ولا قريبتك؟ انا كنت معها. شو يعني؟ انعم واكرم. خير ليش اصواتكم طالعه؟ ست ام صبحي، السيد صبحي والست نوره كانوا عند بيت الاستاذ زهير. الله يرضى عليكم. وشلون صارت الست انعام؟ مرحبا كرداش. لك الثانيه طلعت اضرب منهم. لك عم تقلك بدها تروح لعندهم مره ثانيه. عن جد؟ يعني مو دائما، زياره شغله ساعتين ومرتين ثلاثه بالاسبوع. اسمعي لك، إذا بدها تروح لعندهم ساعة ولا ساعتين، زيارة ولا زيارتين، بدنا إجرة الروح لعندهم ولأيدي أنا. حول ولا قوة إلا بالله. بتعرفي من وقت ما قلتي لي إنه أبوكي ناطرني على فنجان قهوة وأنا مكركب وفايت بالحيط. أوف، ليش كل هذا؟ طيب فيني اعرف شلون اقنعتي ابوكي انه يشتري لك بيت ويفرشه؟ القصه ما بدي اقنع، الموضوع ابسط من هيك بكثير. كيف يعني؟ يعني احمل حالي وروح لعنده قل له يا عمي والله انا واحد حالته على قده واعطيني بنتك؟ وائل لا تعقد القصه، شو الحل يعني؟ هلا انا ما عندي مشكله انه اهلك يساعدونا، بس انه مو يتبنوا الموضوع كله من طقطق لسلام عليكم. طيب انت قادر تساهم بتكاليف الزواج؟ ألو وائل؟ معك ضايقتك؟ لا أبدا، بعرف أنه مو قصدك، بس بتعرفي أنا عم أفكر أنه هلأ أطلبك ونأجل. نأجل؟ لا، يعني هذا التأجيل ما رح يفيدنا بشي غير أنه رح تروح سنين من عمرنا يمكن نقضيها مع بعض. وائل وين عم تروح؟ يا الله شو قصة الشبكة؟ ألو وائل. خدي حبيبتي. إن شاء الله مو كل مرة تعذبي حالك. ما بنحكى فيها يا أم وائل. يلا حبيباتي بسرعة طلعوا لبرا والعبوا. يلا معناها أنا رح روح ساعة بالقهوة. تفضل. نسرين. شو حبيبي؟ شبكي. ما فيني شي. لهالدرجة مبين علي إني متضايقة يعني؟ يا باين عليكي يا أنا مو غبي كتير. أنت مستحيل تكون غبي. إذا أنت غبي معناتها ما في ولا واحد ذكي بالعالم كله. كان قلي لي شبك. صاير معي مشكلة صغيرة بالشغل. مضايقتني شوي. مثل ما أنت عم تساعديني، حابب أنا ساعدك. كيف بدك تساعدني؟ أنت كيف عم تساعديني؟ بهتم فيك كتير. بسأل عنك، بجيب زورك، وبشكي لك همومي. رغم إني مريض سرطان، بس مثلك، بقدر أسمع وبقدر أحكي. حبيبي أنت مو بس تقدر تسمع وبتقدر تحكي. انت فيك تعمل شغلات اكتر من هيك بكتير. بكفي وجودك بحياتي، مو بس بحللي مشكلتي بالشغل،
ليش في لسه عندك مشاكل غير شغلك؟ يسلموا الايدين ويهديكي يا رب. تفضلي. ماما هني سريم متضايقة. خير في شي؟ هيك بتفضح لي اسراري اللي بحكي لك عليها؟ شو بنا لتكون نزلت عم امزح معك؟ حبيبي قالت لك انه عم تمزح معك؟ هالمرة رح ازعل عن جد. ها صرت رح غار من نسرين على قد ما بتحبها. هلا كل شيء حكيته انا ماني شايف شيء بخوف. لك انت ما شفت لنسرين كيف كانت عم تدور مثل المجنونه بالخزانه وبالمعاملات وبالكمبيوتر؟ يعني هيك شغله اول مره بتصير؟ لك لا، بس بالعاده اذا كانت عم تدور على شيء وحدا سالها بتحكي، بتطلب من حدا يساعدها، بس مو هيك. لك شو بدي احكي لها؟ كانت خايفه متوتره. طيب ممكن تهدى وتقعد شوي حتى نتفاهم؟ ايه رح اقعد، لانه اللي ايده بالمي مو مثل اللي ايده بالنار.